شوبينج صار أحيان على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثلها مثل البنات، من هيك صار في مكانات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها $30، هي مكانة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها على كذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب والسوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين، من الأنف أو الجسم، مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصتوا الحلاق تبعكن. $30 بتوصل لعندكن فري ديليفري ومكفولة لمدة سنة. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. شو أورجانيزر هالشبه الخزاني يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانيزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة، وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. يسا مناسب كتير 55x60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. $26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. إيزي برو 4-in-1 هي مكنسة ممسحة وشفاطة بتعصر بنفس الوقت، ما بقى مضطرين نكنس وبعدين نمسح، ننشف الأرض أو الباركي. مع إيزي برو بتمريقة وحدة بتكنس وبتمسح الأرض وبتنشفها بهالبساطة والسهولة. إيزي برو بتشتغل على حيالة نوع بلاط، رخام، باركي أو فينيل. إيزي برو بتشيل كل الأوساخ والغبرة والمي أو حيالة سائل بثواني قليلة. هالمكنة الهاي كواليتي مكفولة لمدة 5 سنين وبتحصل عليها ب $29 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا على النسواق لوقت طويل أو بأي عمل متعب منعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال باشر. بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هذا السيت مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر
والتانية 6 لتر وفينا نستعملهم اتنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون مصنوعين من ستانلس ستيل 10×18 ومسكاتهم باكيليت يعني ما بيحموا أبداً هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس وبيطلع معهم هالهدية عصارة على الكهرباء وما بقى نعصر بإيدينا ونتعذب تصلوا عبسلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. لما بدنا نضعف وندوب الدهون ونعمل جسم رياضي بكل رياحة من دون تعب لا جهد ولا نوادي رياضية جهاز لجيم فورم 6 باك هو الجهاز لجسم قوي ومشدود وبلا دهون حارق الدهون جيم فورم 6 باك هو إلكترو ماسكولر سيميليتر 10 دقايق بس كل يوم وفينا نحصل على النتيجة يلي بدنا إياها بيشتغل على كل الميلات من ورا من قدام وأوبليك كمان لنتأكد إنه كل العضلات عم يستفيدوا بنفس الوقت سهل الاستعمال وبينحط بلا ما يبين في 10 درجات قوة يعني بيصل للمبتدئين كما للبروفيشنال بيشتغل على البطارية وفينا نستعمله بالبيت بالسيارة أو بالمكتب فيكن تحصلوا على جيم فورم 6 باك ب $59 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 هول كانوا الايتيمز ان شاء الله يكونوا عجبوكن ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه تابعونا دائما على MTV